دراسه نشرت في المجله الاوروبيه لعلم الاحياء الدقيقه السريريه والامراض المعدية ان العسل دمر كل البكتيريا ومسببات الامراض. وجد الباحثون انه يمكن تطبيقها موضعيا واخذها داخليا. وفقا للدكتور دي كارتر ان بحثنا هو اول من اظهر بوضوح ان العسل يمكن ان يحل محل الكريمات المضادة الحيوية في كثير من الحالات على الجروح والمعدات مثل القسطرة. استخدام العسل كعلاج وسيط قد يطيل من عمر المضادات الحيوية. والكركم هو معجزة طبيعية أخرى له عدد لا يحصى من الفوائد الصحية. أهم مركب به يسمى كركمينديوس وله خصائص قوية للشفاء ومضادات الأكسدة ومضادة للالتهابات ومطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. مزيج من هذين هو أقوى مضادات حيوية يمكن استخدامها. ومن المعروف ايضا باسم العسل الذهبي، وكان يستخدم في الطب القديم لالاف السنين. في الاونه الاخيره انتشر استخدامه بشكل كبير في الطب الغربي والتغذيه. هذا المزيج علاج طبيعي لا يقدر بثمن لعلاج عدد لا يحصى من الامراض بما في ذلك عسر الهضم والبرد والانفلونزا والربو وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبه السكر في الدم والتهاب المفاصل والسكري وامراض القلب والاكتئاب والقلق. والالتهابات من الجروح والحروق والإكزيما والصدفية وحب الشباب والشيخوخة كما يحمي الكبد والكلى ويحفز إنتاج وظائف الخلايا المناعية وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تحسين المناعة ضد الأمراض ويعالج التهاب الغشاء المخاطي الفموي الذي يحدث كإحدى مضاعفات علاجات السرطان إليكم كيفية إعداده المكونات ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ربع كوب من عسل النحل طريقه الاعداد تخلط المكونات ويقلب جيدا ويغطى ويخزن الخليط في درجه حراره الغرفه حركه قبل كل استخدام وخذ نصف ملعقه صغيره من الخليط مرتين يوميا صباحا ومساء هل تعلم لماذا لا يصف الاطباء هذه الوصفات التي كان القدماء يستخدمونها هل لانها تتعارض مع مصالح شركات الادويه اخبرونا بارائكم في التعليقات ونشكركم على المشاهده